فقرة التغذية. يعتبر الرياضي من أكثر الأشخاص احتياجا للغذاء الصحي والمنتظم بسبب الأداء البدني المتنوع، لكن ببعض الأحيان بعض الرياضيين بيتجهوا لموضوع الهرمونات والمكملات التجارية. لهيك تابعوا معنا مشاهدينا هي الفقرة لحتى نتعرف على كتير تفاصيل يا هبة، نحن بأمس الحاجة لإلها. طبعا دائما أهل الاختصاص هنا اللي بيخبرونا المعلومة الصحيحة، يعني ويذهب البعض الآخر إلى اتباع حميات غذائية سيئة ما يؤدي إلى العديد من الأمراض. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رح نعرفها اليوم من الدكتور فادي خشروم اختصاصي التغذية يلي صار معنا بالاستديو. أسعد أوقاتك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح كيفك خيرات. دكتور يا ميت مرحبا. يعني تغذية الرياضيين هي تغذية واحدة أم أنها بتختلف بحسب الرياضات المتبعة من قبل كل شخص؟ يسعد صباحكم عن جديد وصباح الأخوة المشاهدين. لا بالحقيقة تغذية الرياضيين ما أنا واحدة أبدا، تغذية الرياضيين تختلف من حيث النوع والكم وتوزيع المغذيات باختلاف الرياضة الممارسة. في رياضات معينة تعتمد على الجلايكوجين المختزن بالعضلات، اللي هو شكل الطاقة المختزن بالعضلات أكيد القادم من الكربوهيدرات كمصدر رئيسي للطاقة. إذا حبينا نعطي أمثلة عن هالرياضات هي ممكن نذكر رياضة بناء الأجسام على سبيل المثال، رياضات الفنون القتالية، السباحات لمسافات قصيرة 50 ل 100 متر، الجري لمسافات قصيرة. كل هالرياضات تعتمد على الجلايكوجين بالدرجة الأساسية كمصدر رئيسي للطاقة. على الطرف الآخر في عندي رياضات معتمدة على الدهون كمصدر رئيسي للطاقة. فينا نذكر من هالرياضات هي الماراثون، التريثلون على سبيل المثال، أو حتى المشي لمسافات طويلة لما نطلع نتمشى مع العائلة بسرعة معينة على سبيل المثال، سرعة مانا كتير كبيرة لفترات طويلة، بيكون المصدر الرئيسي المعتمد عليه كمصدر للطاقة هو الدهون. فمعناته إذن نحن باختلاف الرياضة الممارسة فينا نحن نفرض توزع واختلاف معين لنسب المغذيات الداخلة بالبرنامج الغذائي، ولكن هذا ما بيعني بشكل من الأشكال أنه تطغى نسبة الكربوهيدرات على الدهون بالبرنامج الغذائي. تمام. فإذا دائما بيكون المصدر الرئيسي للطاقة هو الكربوهيدرات، ولكن ممكن نزود الدهون نقللها شوي باختلاف البرنامج الغذائي. في حال نحن رحنا على شيء اسمه نزود الدهون على حساب الكربوهيدرات فنحن أمام حميات من نوع آخر والاستطباب آخر حقيقة. دكتور فادي، يعني نحن عم نشوف مؤخرا للأسف يعني الشباب رياضيين عم يفارقوا الحياة، وخاصة يلي بيمارسوا رياضة بناء الأجسام. نحكي عن سبب المكملات والغذاء قد بيلعب دور بهي الفكرة. فعلا مثل ما تفضلتي للأسف كثير رياضيين غادرونا بالفترات الأخيرة تحديدا برياضة بناء الأجسام. المتهم الأول حقيقة هو الاسترويدات، أكيد الاسترويدات الصناعية اللي عم يتناولوها بعض ممارسي هي اللعبة إن صح التعبير. طبعا تناول الاسترويدات حقيقة الهدف الأساسي منه هو زيادة الكتلة العضلية، ومثل ما بنعرف الهرمونات أو الاسترويدات البنائية الأدوار بنائية كبيرة للغاية حتى بغياب الرياضة، فما بالك لما بتقترن بممارسة تمارين رياضية معينة. مخاطر الاسترويدات كثيره. قبل ما نذكرها اذا بتسمحي بس خلينا نقول نحن كل مره عم نتناول الاسترويدات الصناعيه من مصادر خارجيه فنحن عم نثبت صناعه بالطرق الداخليه. لربما اهم شيء ممكن نذكره بهذا السياق هو هرمون الذكوره التستوستيرون اللي عم يثبت صناعه داخليا. هرمون الذكوره حقيقه هو مو بس مسؤول عن اطفاء الصفات الذكوريه للانسان، هو مهم للغايه للصحه الانجابيه. لهيك بنشوف نحن انه الاشخاص اللي عم يتناولوا الاسترويدات عم تزداد عندهم فرص العقم عم توصل لل 90% بسبب تناول هي الاسترويدات. الاسترويدات المبدا اللي بتشتغل عليه هي زياده البروتين الشحمي منخفض الكثافه اللي هو ال دي ال. هذا البروتين الشحمي مهمته ايصال الكوليسترول لانسجه المختلفه، والكوليسترول مهم جدا لاغراض بنائيه، يعني هو عمليا يدخل في تركيب الجدار الخلوي للخلايا. فاذا الاليه بتشتغل بموجبه هو زياده مستويات ال دي ال على حساب الاتش دي ال. تمام. وهذا شيء خطر للغايه، تمام، مثل ما تعمل دهون متحوله، كيف نحن الدهون المتحوله دائما بنحذر من تناولها؟ لانه بتعلي ال دي ال على حساب ال اتش دي ال، نفس الاليه تقريبا بيشتغل بموجب الكوليسترول الهرمونات الصناعيه بكل اسف. من المخاطر اللي ممكن نذكرها ايضا اللي ممكن يصير بسبب تناول الاسترويدات هو تليف الكبد. وبتزداد الخطوره اكثر لما بتكون الاسترويدات المتناوله بالطرق الفمويه وليست بالشكل المحقون. فإذا مخاطر الهرمونات كبيرة للغاية. ممكن نشوف أيضا تقلبات مزاجية عدوانية اللي بنشوفها عند أكثر من 60% من متناولي الاسترويدات أيضا تعتبر من الآثار الجانبية. وطبعا في عنا آثار أقل، يعني
لا تستحق الذكر أمام هالمشكلات الكبيرة مثل البشرة الدهنية، فقدان شعر مقدمة الرأس، الأكني اللي بتنتشر على الوجه وكامل الجسم. أيضا مخاطر كبيرة بكل أسف ناتجة عن تناول السترويدات. اليوم أغلب الرياضيين ممكن نسألهم دكتور إنه كيف الحمية؟ بيجاوبوك اني انا قاطع الملح والسكر، يعني امتنع عن الابيضين مثل ما بيقولوا. يا ترى هل هي حميه سليمه قطع الملح والسكر؟ بالحقيقه هذا الكلام ما هو صحيح بالمطلق، ما هو صحيح بالمطلق. الصوديوم مثل ما بنعرف اللي هو احد مكوني ملح الطعام الرئيسيين، مهم جدا للنقل العصبي، مهم جدا لانقباض واسترخاء العضلات. الصوديوم حتى مهم جدا لتعزيز امتصاص السكر على سوية بطانة الأمعاء. أنا بطانة الأمعاء في عندي قنوات خاصة اسمها SGLT1 تمام، صوديوم جلوكوز ديبندنت ترانسبورتر، يعني هي قنوات معتمدة على الصوديوم حتى تدخل السكر تمام. يعني هالقنوات هي ما بتشتغل، ما بتسمح بدخول السكر إذا ما كان موجود عندي أنا الصوديوم. فإذا من حيث المبدأ لا، ما في شيء اسمه قطاع ملح. شغلة ثانية بدنا ناخذها بعين الاعتبار، الملح اليوم مثل ما بنعرف أكيد المعزز باليود، مهم جدا لتحسين الوظيفه الدرقيه. اليوم مصادر اليود للاسف صارت قليله جدا تمام، يعني بسبب الاوضاع اللي وصلنا لها نحن. مصادر اليود مثل البيض على سبيل المثال، الحليب، اللحوم وغيرها، فاصبحت مائدتنا تفتقر لليود بكل اسف. فلذلك قطع ملح الطعام يعني قطع اليود. هي من نقطه، هي من ناحيه. من جهه اخرى بالنسبه لقطع السكر، فينا نقول هذا الموضوع صحيح بعض الشيء. باي معنى؟ قطع السكر أو قطع السكريات البسيطة يعني تخفيف حالة النهم والحاجة لتناول وجبة سكرية سريعة في وقت قريب لاحق تمام. ولكن من حيث المبدأ قطع السكر هو عملية غير مجدية. إذا أنا قطعت السكر بسيط ولكن تناولت كربوهيدرات أيضا سريعة التفكك، يعني مثلا أنا ما بيمشي الحال أقطع سكر بس روح أكل رز تمام، أقطع سكر بس روح أكل خبز. فإذا هي بالنهاية هي الكربوهيدرات سريعة التفكك، والمشهد الجلايسيمي لها أيضا مرتفع قريب جدا من السكر البسيط. طب من حيث المبدأ نحن مضطرين نقطع السكر بالكامل؟ أكيد ما أنا مضطرين. بدنا ما ننسى نحن في عنا أعضاء وأنسجة معينة ما بتشتغل وقودها السكر، مثل كريات الدم الحمراء، مثل الجملة العصبية المركزية والدماغ على سبيل المثال. الوقود الأساسي عندهم هو السكر. حتى نحن لو ما تناولنا السكر رح تلجأ أجسامنا لعملية اسمها جلوكونيوجينيسيس، اصطناع السكر من مصادر غير كربوهيدراتية. هي عملية أيضا ليست بعملية صحية. يعني تخيلي أنا مثلا عم بستخدم البروتينات اللي موجودة بجسمي لاستحداث السكر أو لصنع سكر من أجل إمداد الأنسجة اللي بتعتمد على السكر كمصدر للطاقة. فإذا من حيث المبدأ كمان هذا أمر خاطئ. يعني حكينا عن الأبيضين دكتور، اليوم حديثنا بخص الرياضيين. أغلب الرياضيين اليوم ما بيلعبوا رياضة بلا مكملات غذائية. اليوم من هذا المنبر ومن معلومات وخبرة حضرتك تحكي لنا عن المكملات المصرح والمسموح فيها. تمام، هلا فعلا المكملات عم نشوفها هي اسمها مكملات، يعني هي عمليا يفترض تكمل الحمية الغذائية المتوازنة اللي عم يصير وفق هذا الرياضي. المكملات المسموح المصرح فيها حقيقة هي مسموح ومصرح بها ولكن ضمن ضوابط معينة، يعني ما في شيء اسمه مسموح بالمطلق. فلما بيسمحون بتناول مكمل ما فهم بيحددون الجرعة والمدة الزمنية اللي أنا ممكن أتناول خلال هذا المكمل. يعني على سبيل المثال مكمل الكرياتين اللي بيستخدم لزيادة القوة تمام، ما في مشكلة أنه نتناوله بجرعة تصل 3 إلى 5 جرام لمدة لا تتجاوز 12 أسبوع تمام، يعني دون وجود مشاكل أو مخاوف صحية تذكر. ويمكن اتباع أيضا خطط التحميل، تناول 20 جرام بشكل يومي لمدة لا تتجاوز 7 أيام. إذا حبينا نحكي عن مكملات أخرى أيضا ممكن نذكر البتألانين. البتألانين أيضا من المكملات اللي بتساهم بزيادة معدلات التحمل والقوة. البتألانين ممكن ناخده بجرعة 1.6 إلى 6.4 جرام لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع. ممكن نذكر نحن الأحماض الأمينية المتشعبة اللي BCAA اللي بتلعب أدوار بنائية كتير كبيرة، ممكن كمان ناخذها بجرعة تصل 20 جرام لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع. الجلوتامين من الأحماض الأمينية اللي بتساعد بالاستشفاء بالحالات المرضية أو حتى استشفاء الرياضيين، أيضا ممكن ناخذه بجرعة تصل ل 45 جرام لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع. فإذا مثل ما ملاحظين المكملات كثيرة، في عندي أنا أرقام محددة
وفترات زمنية محددة يفترض ما أجاوزها حتى يظل هذا المكمل مسموح ومصرح فيه مثل ما خبرونا. صحيح، يعني الحديث مع حضرتك يطول ويطول وشيق جدا بشد، يعني أكيد نتمنى السلامة للجميع ونتمنى يكون في الوعي الجمعي لحتى ما يوقع به الأخطاء وبهي الأمراض لا سمح الله. إن شاء الله. اختصاصي التغذية دكتور فادي خشروم، نورت صباحنا ولنا لقاء آخر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتور.